In this session we will start block 3. هلا هذا البلوك بينقلنا للناتشرال وورلد، فراح يستعرض زي ما انتم شايفين في اليونت الاولى examples on animal behavior، فراح يمر على a number of short case studies كلها بتركز على behavior of animals. طبعا التركيز على هذا الجانب راح يساعدنا in fact to reconsider النرو conception of intelligence ونشوف another type of intelligent behavior موجودة في natural world. That's why the next point will be the natural intelligence. And of course مش راح يكون الكورس on biology but these examples will focus on how biology can inspire, change, improve and develop the computational techniques that we do really need for building a truly intelligent computer system. Finally, we will compare between the natural and the artificial intelligence. طبعا رح نبدأ بال زي ما هو مبين في الأوتلاين بالإكزامبل. So we will start with the first case study which talks about migrating birds. فالكل بيعرف انه في بعض انواع الطيور بتقوم بعمليه الهجره من مكان الى مكان على شكل اسراب، ف flocking and migrating birds. الفكره في السرب انه بنلاحظ انه البيردز they keep formation، بيحافظوا على تشكيلتهم، they change together، they steer on the same heading. ورغم انه حقيقه ما بيبين انه في ليدر لهالتيم او لهالسرب، وما في اي guidance او اي kind of communication across the birds. لو الشيء الملاحظ في عملية الهجرة itself انه some species travel by day, some other travel by night. بعضهم بيسافر باعداد كبيرة، بعضهم بكون اعداد قليلة او الون فرادة، بعضهم بروح لمثلا مناطق بعيدة زي القطب المتجمد وبيقطع مسافات هائلة قد تصل ل 35000 كيلومتر. والشيء اللافت للنظر انه هاي السبوتس اوف ذا جراوندز اللي يعني بتروح لها الطيور او بتسافر لها year after year still can recognize it وكان find it في كل مرة. فلو أخذنا مثال على نوع من أنواع الطيور، فمثلاً the greater snow goose this is a specific example. مثلاً هذا الطائر بيسافر around 4000 كيلومتر وأسرابه بتكون عادة من 35 ل 1000 depending on the season. فلو جينا شفنا الماب هاي بتعكس لنا وين بتروح بتشتت الطيور. This is the wintering range and في spring بتذهب where the breeding range. وهذا هو الطريق اللي بتسلكه الطيور في الهجرة. فهلأ الإشي اللي إذا طلعنا على هذا البيهيفير، الإشي اللي ممكن يعني raise some questions in our minds اللي هي حقيقة كيف الطيور can or are able to navigate with such accuracy رغم إنه يعني بالنسبة لنا it's not that such level of intelligent، ما عندهاش بوصلة ولا عندها ماب ولا etc. فشو الطريقة اللي الطيور بتندل فيها على الطريق الصحيح رغم انه العملية بتتكرر over years؟ شو الطريقة اللي بتستخدمها الطيور مشان تعرف الريجن وين تروح وكيف ترجع في كل سيزن او في كل حسب يعني الموسم او الحالي. هلا في بعض التفسيرات اجتهد فيها العلماء فحطوا kind of proposals كيف الطيور ممكن find its direction. فممكن مثلا انه بيكون في visual landmarks، علامات زي كأنه نهر ولا جبل ولا for example coastlines شط معين وهي بتمشي بمحاذاته فبتعرف انه هاي الطيور في طريقها الصحيح. او ممكن باستخدام او بواسطة الشمس اوكي، او اللي هي الكونستليشن المجموعات النجمية وخصوصا اذا كانت بتسافر travel by night. او في بعض البروبوزلز بتحكي انه ممكن following the earth magnetic field، فقد يكون في الجمجمة a kind of iron based minerals في البيرت سكال
وبتخلي هالسكال enable them to follow the north أو يعرفوا وينهم القطب الشمالي والجنوبي following along أو traveling along اللي هي magnetic field lines. طبعا والنقطة الأخيرة بتحكي إنه ممكن كمان sense of smell help them to navigate correctly as supplement للميكانيزم اللي ذكرناهم اللي هم landmarks or sun or magnetic field. طبعا هاي كلها اجتهادات مشان يفسروا how really the birds able to navigate بهالدقة وبهالوضوح رغم انه ما فيش يعني وسائل مساعدة بالنسبة لها. هلا second case study will talk about the raiding army ants. هلا في نوع من انواع النمل اللي هو meat eating ants بسموه carnivores army ants او ممكن يسموه اسيتون. هذا النوع من النمل بيعيش بمستعمرات من ملايين النمل. It's a very strong kind of species. الاشي يعني الملاحظ انه هذا النوع من النمل ما بيبني بيوته في الارض زي بقية النمل. البيوت عادة اللي بيبنيها بسموها بيفواك. هاي البيوت بتكون constructed from the ants themselves من أجسام النمل الـ worker ants وبتماسكوا وبيعملوا clustering بحيث يبنوا النست of themselves from themselves. فبيتم ترابط الأيدي والمخالب together in order to build their nest. هلا الطريقة كمان اللي بيهاجم فيها النمل الفرائس it's really يعني astonished behavior لأنه it's highly organized. بيمشوا بجروبس منظمة على شكل swarms أو columns حسب الـ species. فالطريقتين اللي بيتم الهجوم فيها على الفرائس either column raid attack or swarm raid. هلا الكولوم بكون مسار النمل على شكل كولوم it's like a single trail okay. وإذا كان في تفرع بكون التفرع for small columns وعددهم قليل جدا. بينما في السوارم اتاك لا بيبدأ كأنه single trail بعديها بيتقسم numerous number of columns بحيث إنه يصير عندك huge group في المقدمة زي كأنها جبهة حرب باتجاه الفريسي وبكون عندي swarm in front. فمشان نستوعب exactly what do you mean by red أو column red and swarm red this figure helps to understand. But this is the bivouac اللي هي مستعمرة بطلع منها النمل على شكل single trail وإذا بده يتفرع بيكون very small number of columns في المقدمة. بينما في swarm red بيطلع من البيفواك المسار كأنه single but after that it is divided into numerous number of columns زي ما انتو شايفين وبصير في المقدمة زي huge أو large number of ants في المقدمة مشان تهجم على الفريسي. هلأ البيهافير التنظيم الواضح والريجولاريتي في العملية هاي والهجوم اللي بيتم فيه على الفريسي زي ما ذكر في النقطة الأخيرة يعني nothing really match this kind of swarm raider. فهذا بنقلنا لقضية الناتشرال انتليجنس. هلا this slide refresh our information about the view of intelligence so far. فإحنا اللي مر معنا في block 1 and 2 كان مين اللي بيعتبر الـ human intelligence هو الـ basic للـ AI أو للـ conventional AI intelligence systems اعتبار إنه الإنسان بيقدر يستخدم اللغة he can do planning, communicate, do complex tasks, can reason about present, future, present and future, can also respond flexibly حسب السيتويشن بدليل إنه بتعلم و can develop أو يعني come with creative things. فكان هدف كل الـ conventional systems إنه to replicate هاي المقدرة اللي موجودة عند الإنسان على الماشين. فزي ما أنتم شايفين in this slide
everything, حتى the conventional AI seeks to replicate the knowledge that the human has on the machine, or in rational thought, or حتى the ability to plan or design, أو مقدرته على التعلم. حقيقة السلوك اللي شفناه في الكائنات الحية اللي هي زي الأنت والجيز اللي الطيور اللي بتهاجر ما بنطلق عليها التعريف السابق للذكاء اللي احنا شفناه اللي هو kind of knowledge ولا rational thought ولا etc. however مع هيك ممكن نعتبر هذا النمط من السلوك يعني بيستدعينا نعيد النظر بمفهوم الذكاء، لأنه الطريقة المنظمة البيهيفير أو التاسك اللي يصدر عن هاي الكائنات الحية رغم أنه مش واضح فيه أنه هو بيعمل reasoning أو بيعمل use of knowledge ولا rational thinking etc. لكن بيستدعينا أنه ندور على تعريف آخر للذكاء بحيث to include هاي capabilities أو هذا kind of behavior as intelligent behavior. فلو جينا نطلع على exercise 1.3 بيناقش مع الطالب انه to what extent do you think انه a chimpanzee could called intelligent او a dog او حتى الانسكت. فلو تطلعوا على الكتاب in fact حتى هذا النوع من مثلا القرود لوحظ انه بيستخدم tools مثلا معروف انه الدوغ بإمكانه يستخدم في مهمات سواء حربية أو في البوليس، فبتعلم يعني زي كأنه بتعلم and he can recognize things. هلا الإنسك زي ما شوفنا في مثال الأنت بيمشي بجماعات منظمة ويؤدي التاسك المطلوب منه بمنتهى التنظيم والorganization و they can achieve their own goals. وبالتالي ممكن to some extent هذا الحكي بيخلينا نعيد النظر بالconcept of intelligence. It's not only the human intelligence, the sort of behaviors اللي نطلق عليه والله إنه هو ذكاء. فممكن حتى الأشياء اللي تبدو كأنها systematic أو للحصول على غاية معينة تقوم فيها الكائنات الحية الأخرى قد نعتبرها كمان intelligent behavior. الكيس ستاديز اللي مرت معنا في موضوع هجرة الطيور والريدينج أرمي أنت كانت حقيقة التو تاسك اللي بقوم أو التو كايند أوف بيهيفيرز اللي قامت فيها هاي النوع من الكائنات الحية كأنها موجهة باتجاه جول معين. فمثلا الطيور كانت wants to reach safe environment، والأنت كان بهم مثلا في عملية الهجوم سواء swarm or column attack إنه يحصل على الفريسة. فهذا sort of behavior بسموه goal directed or purposeful behavior. في نوع آخر من السلوك رح يمر معنا أو رح نتحدث عنه بالتفصيل اللي هو systematic behavior، اللي هو حقيقة تم بين النمل itself الأنتس لما عملت الهجوم. فكان زي كأنه every member في هالجروب له تاسك معين بقوم فيه، وبالآخر overall behaviors ظهر كأنه very organized and well built. فرح نتعرض ل two kind of natural intelligence behavior في السلايدز اللي جاي. هلا رح نبدأ باستعراض بعض أنواع السلوك اللي تصنف إنها goal directed أو purposeful behavior. فا in this case study رح نتحدث عن استخدام التولز عند البرايمتس اللي هي الكائنات الحية اللي تشبه الإنسان أو قريبة منه. فمثلا شمبانزي ممكن بيستخدم تولز وأدوات معينة سواء للحصول على الأكل، للدفاع عن نفسه، لتنظيف themselves etc. هذا النوع يعني هذا النوع من البيهيفير يصنف على أساس إنه goal directed. why because for this animal in order to for example to be clean لازم يعمل such behavior، أو in order to get food he need to do so and so. وبالتالي هذا النوع purposeful، إذا لغاية معينة يقوم فيه الكائن الحي. فمثلا برضو أمثلة أخرى بفرجيك أنه الكائن الحي عنده مقدرة to reason. for example الغوريلا
بتستخدم مثلا لو اعطيناها سكرو درايفر وممكن تفكروا انه ممكن بيتاكل، فمجرد ما تحاول اول كم محاوله then it will directly ignore it. او ممكن الغوريلا تستخدم ستيكس تربطها ببعض اذا كانت شورت، او ممكن تخزن مي. كل هذا النمط من سلوك لغايه، ليش؟ مشان كان حيستمر في العيش، مشان يحصل على غذاء ويحافظ على نفسه اتسترا. فستدي this kind of behavior is called or full on purposeful behavior. فان this slide in summary بدي يفرجينا كيف انه هل كانت الحية كانت تستخدم التولز to accomplish or to do or to achieve certain goal اللي هو obtaining food او ممكن for example ترتب مجموعة من الobjects زي ما نشوف يمكن في بعض الاكسبيرمنت اللي تم اجراءها على الشمبانزي، انه بيستطيع يرتب مجموعه من الاوبجكتس استخدم اوفر ايتش اذر عشان يصل مثلا للموز اللي بيكون معلق في سقف القفص او في سقف الغرفه. وبالتالي بده يفرجيك انه هذا النمط من السلوك ستيل ذيس از جول دايركتد، يعني هو ما عمله الا لغايه والغاية حاضرة في ذهنه، عشان هيك هو عمل هذا النوع من السلوك أو صدر عنه هذا النوع من البيهافير. هلا in this figure بدي يفرجيك إنه كيف بيستخدم التول الحجر عشان مثلاً يكسر الجوز ولا whatever يا النت، وبيستخدمه as a hammer عشان يقدر يحصل على الغذاء. ف still this is also goal directed behavior. Another example نوع من أنواع الطيور بسموه selfish eating birds، متخصص في أكل الأويستر أو يسموه أويستر كاتشر، متخصص في أكل اللي هي المسلز والأذر شيلفيش. فالفكرة إنه المسل بتكون أو الشيل بتكون مسكرة، فحتى لما تصل في متناول الطائر كيف رح يقدر يفتحها ويأكلها. فبلش العلماء يراقبوا هذا النوع من الطيور وشوفوا إيش بيعمل مشان يقدر يحصل على غذائه. فالإشي اللي كان حقيقة سيربرايزينج إنه هو كان قادر على إنه يميز الأرض whether it is soft or hard، لأنه كان اللي يعمله يمسك هاي الشل ويروح على منطقة تكون hard enough ويرمي الشل من مسافة معينة ارتفاع معين مشان يضمن إنها تنفتح. بعدين كان إذا كانت مفتوحة كان بيقدر على إنه يمد for example المنقار مشان مثلا يشيل الرابط بين جزئين الشل ويفتحها ويستطيع الحصول على الغذاء. فهذا النمط كمان من سلوك الطيور it's a kind of purposeful or goal directed behavior، هدفه كله الحصول على الغذاء. النوع الآخر من السلوك اللي هو systematic behavior. systematic behavior شفناه لما في الكيس ستدي تبعت الارمي انت اتاكس، الطريقة اللي بيتم فيها الهجوم بتكون يعني كأنها منظمة، تبدأ at the same time، وكمان اللي هي تجمع السوارم فرونت، تجمع الأنتس في المقدمة للهجوم على الفريسة، كأنها يعني تلقت أوامر من جهة عليا بتقوم بالتاسك وبديفلوب السوارم بطريقة كثير منظمة. ومتى ما انهت عملية الهجوم على الفريسة بنلاحظ انه بعض الانديفيدجوال انتس بتكون متخصصة، فمثلا جزء منهم او جروب منهم بقوم بإعادة الفريسة للبيفواك اللي هو للمسكن عشان يعني يتغذوا عليها. وزي ما بتتعامل الانتس بطريقة سيستماتيك، وي اوريدي مر معنا اللي هو systematic behavior للبيردز في أثناء الهجرة في المايجريشن. شوفنا أنه رغم أنه ما في guidance، ما في leader لهالسرب الطيور، إلا أنهم بيمشوا بطريقة systematic بتنظيم عالي وواضح للوصول إلى غايتهم.
طبعا في السيستماتيك بيهيفير احنا ما بنفهمه حتى في عمليه اللي هي الارمي اتاكس سواء كان كولوم ولا سوارم فرونت اتاك, انه ما في جول بيهايند ذس اتاك. اوف كورس ذير از ا جول, بس مش الانديفيديوال ممبر كان اتشيفد باي اتسلف, دائما بيتم في جماعات. فكل مجهود فردي إذا جمعناه كله together ساعتها we can achieve the goal, otherwise we cannot. فمثلا حتى في موضوع الطيور بتلاحظوا أنه سرب together بيتم الهجرة من منطقة لمنطقة, نادر ما يكون طائر لوحده. حتى لو طبعا اعتبرناه أنه والله هجرة الطائر لوحده kind of systematic behavior, بس الأتشيفمنت ما راح تكون بقدر لو كان عندي جروب, زي مثلا في حالة الأنتس زي مثلا كان قدر فود بطريقة أسرع وأسهل من أنه لو كان أتاك من one individual ant باتجاه الفريسة. فإذا systematic behavior دائما ينتج عن many members من نفس الجروب من نفس الspecies. فلو أخذنا كيس ستدي أخرى مشان توضح لنا مفهوم systematic behavior, في عنا في الكتاب اللي هو Nest Building Paper Wasp, وإذا بترجعوا للسي دي راح there is a nice video بفرجيك this kind of paper wasp كيف بيعمل عملية بناء العش أو بناء المسكن له. طبعا بالبداية خلنا نتعرف على this kind of insect. عادة بيعيش في جماعات زي وزي النمل والنحل etc. بيكون لهم كوين ومجموعة بقية الانسكتس بيكونوا عبارة عن workers هدفهم to help الكولوني انها تعيش توكل يبنون لها بيت etc. فمثلا ببلش جماعات متخصصة ببلشوا بالنست construction, متى ما خلصوا بناء النست بطريقة معينة once they achieve their goal بتبدأ الجروبس بتعيد تنظيمها بحيث انه هلا بدنا نبلش نبحث عن الطعام او ننظف محلنا مكان البناء والاشياء اللي مش بحاجة إلها etc. فهذا النوع من التنظيم او النوع من البيهافير بيعتمد على الاتشيفمنت. فمتى ما الجروب انهت مهمه معينه او تاسك معينه بينتقل الجروب لانا تو اتشيف انذر تاسك, بس مش ون ممبر بيشتغل لوحده. فايتس جروب اوف وركرز توجذر ورك ان اوردر او كولابريت ان اوردر تو اتشيف الجول. هذا النمط من السلوك اجين ذي كول ات سيستماتيك بيهافير. واذا مريتوا على السلايد بالتفصيل راح تشوفوا انه حتى فور اكزامبل هلا كل انماط السلوك اللي مرت معنا خلت العلماء يتساءلوا هل اللي يصدر عن الكائن الحي بيتم بوعي ولا بدون وعي, هل في عنده kind of mental or thoughts ولا بيشتغلوا without any conscious awareness. طبعا زي ما احنا شايفين in this slide of course في اختلاف, وفي حتى مجموعه من العلماء they avoid this question و about animals وما بيفكروش whether حقيقة الكائن الحي أو الحيوان عنده mental capabilities or not. فخلاصة القول إنه كل هالcase studies خلتنا نفكر إنه intelligence is not really tied بس بالhuman intelligence. في another kind of intelligent behavior موجودة في natural world and they call it natural intelligence, اللي هو السلوك اللي بيصدر عن بعض الكائنات الحية in order to achieve their goal. فإحنا ممكن we can develop computational technique inspired by this kind of behavior بحيث إنه to achieve our goal, زي ما الكائن الحي اللي with limited mental capabilities for example can achieve its goal, إنه we can build an AI system which really replicate such kind of natural behavior. فso far من أنماط السلوك اللي مرت معنا تعرفنا على another type of intelligence موجود في natural world. فالقضية مش حكر بس على الhuman intelligence.
والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل هناك still another type of intelligence موجود واحنا لسه ما شفناه وما تعرفنا عليه؟ And why we وليش احنا مضطرين او بحاجة to answer this question؟ لانه بالنهاية احنا we want to build artificial intelligence على الكمبيوتر او to build computer based systems which behave بطريقة intelligent. فالسؤال اللي بيطرح نفسه كمان انه what do you mean by an artificial system؟ وبناء عليه مشان نقدر نفهم شو هو الارتفيشال واللي عكسه الناتشرال. النكست سلايد ببلش بعطيك انه الناتشرال له تعريف مختلف وبيعتمد حسب التخصص. فان ذيس سلايد يو كان جو ثرو ديفرنت ديفينيشنز او سجستد ديفينيشنز للترم اوف ناتشرال. ف يو كان جو ثرو ات and see انه بعض التعاريف بتعتمد على انه الاشي اللي موجود في الطبيعة natural thing, collection of natural things هي اللي بنعتبرها natural. طبعا ادى هذا كله الى ظهور ما يسمى بالنوفيل AI. النوفيل AI اللي هو انه احنا نحاول to replicate الذكاء اللي موجود في الناتشرال وورلد، سواء كان موجود عند الكائن الحي كإنسان او الحيوان، بدليل انه حتى الحيوانات قدرت to solve their own problems بطريقة systematic او بطريقة purposeful. المهم انه without symbolic, without any kind of symbolic reasoning. So أدى ظهور أو ملاحظة هذا النمط من الناتشرال انتليجنس إلى ظهور النوفيل AI. ف we can define it as understanding of the natural intelligence that help us as computer scientists to solve the conventional problems اللي ال symbolic AI failed to solve it. طبعا راح نشوف later on in this block how we can inspired from this kind of natural behavior, سواء كانت goal directed أو systematic behavior to solve our own problems, سواء من قضية هجرة الطيور أو هجوم الأنت الأرمي أنت attacks, how we can solve our problems على الرغم انها ممكن تكون complex او it was very hard to achieve a solution for it using a symbolic way, بينما using the natural behaviors or replicating the natural behaviors we can easily find a solution. اذا خلاصة هاي اليونت اللي هي الناتشرال وورلد مليء بانتليجنت بيهيفير، وهذا وسع دائرة التعريف الذكاء وأدى إلى ظهور بيولوجيكالي انسبايرد كومبيوتينج برانش اسمه نوفيل AI.